السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور بطرس غالي نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق والأمين العام السابق للأمم المتحدة. سعادة الأمين العام، مرحبا بك. أهلا. في حلقة سابقة قلت أنك أثناء فترة الدعاية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وعدت الإسرائيليين بأنك سوف تصالحهم على المجتمع الدولي، ويبدو أنك سوف أصالحهم مع الأمم المتحدة ويبدو أنك كنت وفيا بوعدك. قلت بالنص في صفحة 209 من كتابك خمس سنوات في بيت من زجاج أنك أرسلت لرئيس وزراء إسرائيل قائلا: لقد أسهمت في كامب ديفيد في إنجاز معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وإنني أود الآن عقد معاهدة سلام بين الأمم المتحدة وإسرائيل. ماذا يعني هذا التعهد لدولة تاريخها حافل بالاعتداءات وتجاوز قانون أو القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن؟ أنا أرى أن من مصلحة المجتمع العربي أن يتم التصالح أو على الأقل التغلب على أزمة الثقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل، لأن حينئذ تستطيع الأمم المتحدة أن تضغط على إسرائيل. على سبيل المثال، نقطة أساسية حاولت ولم أنجح فيها وجود قوات تابعة للأمم المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن هناك قوات موجودة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بين سوريا وإسرائيل، بين مصر وإسرائيل، وقوات دولية وقتها. قوات دولية. برضو كان الفكرة كيف نستطيع أن نجد قوات بين الأراضي المحتلة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي. معنى ذلك أن الدول كلها المحيطة بإسرائيل تعيش في كانتونات تعزلها قوات تبع الأمم المتحدة أو قوات دولية؟ لا، هذا يعني استحالة قيام سلام في المنطقة. لا، سيبك من حكاية السلام، نحن دلوقتي عاوزين نحمي الشعب الفلسطيني. رأينا اللي حصل على الشعب الفلسطيني من مجازر في السنوات الأخيرة. كان فكرة حماية الشعب الفلسطيني تتم عن طريق وجود قوات، والجانب الإسرائيلي دايما رفض هذا. هو يرفض كل القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لا يضع لها أي اعتبار تحت الحذاء كله. لا، بعض القرارات تم احترامها، وبعض القرارات التي لا تؤثر على السياسة الإسرائيلية وعلى الأهداف الإسرائيلية. أغلبية الدول تحترم القرارات التي لا تؤثر على سياستها بشكل عام. هناك دول كثيرة تجبر على تنفيذ القرارات، وقرارات مجلس الأمن تحديدا إذا لم يتم تنفيذها على الضعاف بالسهولة يتم تنفيذها بالقوة. أيوة، إسرائيل لا، خارج هذا. الدول بالنسبة للدول الضعيفة عادة هي تنفذ قرارات الأمم المتحدة أو تحاول أن تتهرب من هذه القرارات. الدول التي لا مساندة لها تدعيم من الجانب الولايات المتحدة تستطيع أن لا تحترم القرارات. إسرائيل بقيت طوال فترة منذ قيامها في 48 وحتى مجيئك إلى الأمم المتحدة وليس بينها وبين الأمم المتحدة أي شكل من أشكال العمار. هناك دائما خلافات مع إسرائيل، إسرائيل مهمشة، الإسرائيليين لا يتم منحهم مناصب رئيسية في الأمم المتحدة بسبب الدور الذي تقوم به دولتهم. هديتك الأولى إلى إسرائيل كما يسميها منتقدوك جاءت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في 19 مارس 92، حينما قلت إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 لعام 67 ليس ملزما. لا، فنسفت بذلك الشيء الوحيد اللي العرب عملين يعلقوا عليه. لا لا لا، ما حدش فيما غير مشمول بالنفاذ. القرار ملزم ولكن غير مشمول بالنفاذ. هذا هو الشرح الذي جاء بعد ذلك. لا، هو الشرح، لكن كلامك انت نصه انه ليس ملزما. مساعدك طلع بعد كده يشرح ويفسر. أيوة، ولكن بعد الاثار اللي سببها الموضوع. الرأي ما فهمش دي ناحية القانونية. صدر لك حكم ما غير مشمول بالنفاذ، مش عارف تنفذه. لا لا، هقول لك حاجة. لما ردود الفعل جت لك عاصفة جدا على هذا يا سيدي القرار، أنا جايب لك نص كلامك أنت قبل العاصفة.
بعديها بنص ساعة قالوا لي المقصود بغير ملزم، قلت له غير مشمول بالنفاذ، وبدليل أن القرار 242 حتى الآن لم ينفذ. في فرق بين غير مشمول بالنفاذ وغير ما أنت قلته في وقتها، قلت أنه ليس ملزم. أنا شرحت أن المقصود غير مشمول بالنفاذ. ده بعد الدنيا ما خلصت. لا يا فندم، مش بعد الدنيا ما خلصت، بعديها بساعة شرحت ما هو. هقول لك يا سعادة الأمين، أهو من كلامك أنت. المستشار القانوني للأمم المتحدة، قلت أنت في صفحة 211 أن إحدى المجموعات العربية القانونية أصدرت تحليلا مطولا قالت فيه أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تنافي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وقلت أنت أن المستشار القانوني للأمم المتحدة أيدهم وقال لا يمكن وصف أي قرار صادر عن مجلس الأمن بأنه غير قابل للتنفيذ. معنى ذلك أنك وقعت في خطأ كبير وكنت منحازا بامتياز إلى إسرائيل ضد العرب. كل التاريخ بتاعي يبين عكس ذلك، من الخلافات التي وقعت بيني وبين إسرائيل إلى مشكلة طابة التي أدت إلى خروجي من الأمم المتحدة، كل هذا يدل على أنني وخلافاتي مع الجانب الأمريكي أن معروف أن منحاز إلى الجانب الفلسطيني، مرتبط ما كانش فيه معنويا. سيبك من الكلام اللي هتقوله، مرتبط معنويا. مش كلام أنا، ده نص من مذكراتك والله. أيوة أنا معاك. أنا ما أجيبلكش آراء شخصية في كل اللي بقوله. أنا معاك، أنت تقول مذكراتي، أنا بشرح لك نهاردة ما هو الواقع. أنا بعيش اللحظة وقتها، الواقع وقتها، والذي حدث وقتها. أنا بناقش وقائع وأحداث، ما بناقش آراء. معاك، الواقع وقتها إن صلحنا الموضوع كان غير واضح إن في فرق بين قرار ملزم وقرار غير مشمول بالنفاذ. حتى هو قال لك لا يمكن، المستشار القانوني للأمم المتحدة قال لك لا يمكن وصف أي قرار إنه غير مشمول بالنفاذ. قال لك هو نص كلامه. ده غير لا يمكن وصف أي قرار صادر عن مجلس الأمن بأنه غير قابل للتنفيذ. لا، غير مشمول بالنفاذ زي غير قابل للتنفيذ. وانا ما غسلت اعتبر غلط. هو كلامك هو انا معاك في فرق. غير مشمول بالنفاذ ان هناك يصدر قرار اخر لكيفيه نفاذ القرار. الراجل اللي قال ما تقدرش تقول ان قرار من قرارات الامم المتحده غير ملزمه. دما ولكن في فرق بين غير ملزم وغير مشمول بالنفاذ. المشكلة ان دي نقطة قانونية ما يفهموهاش غير مجموعة من القانونيين. حسيت انك وقعت في ورطة من وراء هذا التصريح. ابدا، الفكرة واضحة قوي. لكن انت قلت في مذكراتك انك انت قررت عدم التصريح بخصوص هذا الموضوع بعد ذلك الا بعد الرجوع للقانونيين، عشان اوضح الفرق بين غير ملزم وغير مشمول بالنفاذ. لم يتوقف الأمر عند هذا، ولكن في ديسمبر عام 92 قدمت هديتين ثمينتين لإسرائيل. الأولى أنك طلبت من إسرائيل أن تقدم خبراء لمساعدة المنظمة الدولية على تنظيم انتخابات ديمقراطية حول العالم، والثانية أنك طلبت من إسرائيل أن تنظم قوات لحفظ السلام، أن تنضم لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. فين؟ طلبت من إسرائيل ده في ديسمبر 92. جايب الكلام ده منين؟ جايبه من مصادر نشرت وقتها. فين هي المصادر؟ يعني انت الان بتنفي هذا؟ لا، ما بنفيش. انا لا اتذكر ان طلبت ان يبعتوا قوات. ده لا يمكن يشاركوا في قوات حفظ السلام. لا، ده لا يمكن. ما طلبتش منهم يبعتوا خبراء لتنظيم الانتخابات حول العالم؟ ايوه، وده من اختصاص. الطلبين كانوا مع بعض في شهر واحد ديسمبر 92. لا يمكن ان اطلب منهم يبعتوا قوات حفظ السلام. ادخالهم او طلب منهم المجيء بخبراء للانتخابات الديمقراطية، ألم يكن هذا إطفاء شيء من الديمقراطية على إسرائيل التي تنتهك القانون بالليل والنهار؟ إسرائيل عضو في الأمم المتحدة كباقي الأعضاء. في فرق بين عضو ملتزم وعضو منتهك للقوانين والقرارات. إذا كان أنت مصر عملت معاهدة سلام مع إسرائيل وبنلجأ إلى تطبيع العلاقات، أنت عاوز أن في إطار الأمم المتحدة ما تطلبش من دولة من الدول يبعتوا خبراء في لمراقبة انتخابات؟ كانت أول مرة، أصل في دلالة رمزية لهذا الطلب، أنه لأول مرة يطلب ولأول مرة يرفع الغطاء عن إسرائيل بحيث يترك لها المجال أن تشارك في أنشطة دولية كانت ممنوعة منها بعد ذلك بسبب التوصيفات التي كانت ضدها. وفعلا الغرض من هذا إلغاء
أزمة الثقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل. لماذا إلغائها وإسرائيل لا زالت مستمرة في انتهاكاتها لم تتوقف؟ لأن دي مصلحة أن إسرائيل تتعاون مع الأمم المتحدة. وهل تعاونت؟ ده موضوع تاني. لا ما احنا الآن بنقول اهو بعد كده، لأن أنت ظلت تمنحها فرص كثيرة. لا 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 أقول لك، حاولت أول مرتين ثلاثة وبعد كده تغيرت الأمور، حاولنا نخلي إسرائيل تتعاون مع الأمم المتحدة. هقول لك، ودي مصلحتنا. أنت حققت إسرائيل في عهدك كما قال المراقبون ما لم تحققه من إنجازات في الأمم المتحدة في عهد أي أمين عام سابق منذ قيام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. مين قال الكلام ده؟ أول حاجة أنك أنت، معلش أنت جايب الكلام ده منين؟ المراقبين اللي قالوا الكلام. مين المراقبين؟ أنا اللي بقول الكلام. آه طيب أوكي أنت. لا ما أنا أنا في النهاية كل ما أقول لك كلمة، أنا بطرس غالي مش عاجبك أصلاً، كارتر مش ما حدش، مش مهم هنا مين اللي قال مين، أنا بقول لك أنا اللي بقول، أنا بتحمل مسؤولية الكلام ده لأن أنت ما تش عامل قيمة لأي حد أصلاً. أول حاجة، إسرائيل انضمت إلى لجنة الأمم المتحدة للإعلام، وانتخب إسرائيل لعضوية المحكمة الإدارية التي تعالج قضايا موظفي الأمم المتحدة. أصبحت إسرائيل تشارك في سائر هيئات الأمم المتحدة، وهو ما كان محرما عليها منذ قيامها في عام 48 وحتى توليك منصب الأمين العام. كل دي إنجازات أنت أعطيتها لإسرائيل. كويس، وماله؟ في مقابل إيه؟ مقابل تحسين العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة، مقابل أن الأمم المتحدة تستطيع أن تضغط على إسرائيل، مقابل أن نحسن علاقتنا نستطيع أن نعطي دور. أديك مثلا، أنا نجحت أن أعين مندوب خاص للأمم المتحدة في غزة، ودي كان أصعب عملية عملتها. كان لنا مندوب للأمم المتحدة في غزة. طب إذا دولة مش مدياك أي اعتبار، ولا قبل أنك حتى تحط مندوب في غزة، تمنحها كل هذه الامتيازات؟ كل يوم تدوم امتيازات، كل يوم امتيازات سنوية. لا طبعا، لما دولة تبقى معزولة لأن هي لا تنفذ المجتمع الدولي، وتيجي أنت تمنحها وظائف وتفتح لها الأبواب بدون مقابل. مقابل كده جبنا حاجات. جبت إيه؟ عينت مندوب في غزة؟ تفتكر عملية سهلة؟ عمل إيه؟ وقف حاجة؟ طبعا عمل إيه؟ موجود. لا قول لي عمل إيه؟ قول لي في مقابل ما منحته لإسرائيل، ما الذي أخذته منها؟ وجود، أولا وصلنا إلى اتفاقية أوسلو، الأمم المتحدة لعبت دور، وصلنا إلى اتفاقية اللي عملناها أخيرا في أول سبتمبر من سنتين، سنة اللي فاتت، حققنا أشياء ما تستهونش باللي عملناه. اللي أنت عملته ده عمال تمنح إسرائيل جوائز، الجائزة يا سيدي جوائز، أنا إيه دي؟ مش جوائز دي، دي مش حاجة سنوية، دي جوائز. في 17 ديسمبر 92 أقدمت إسرائيل على إبعاد 400 فلسطيني إلى جنوب لبنان، ولم تستطع أنت أن تفعل شيئا، ولا الأمم المتحدة. ورجعناهم. رجعتهم بعد كم سنة؟ لا، زي بعد كم سنة فضلوا موجودين مبعدين. لا لا. لم تستطيعوا إرجاعهم، وأنت في كتابك ذكرت اتصل بي هاتفيا صديق القديم عزرا وايزمان 226 ليطلب مني تأخير تقريري إلى مجلس أمن، وهو ما قمت به بالفعل رغبة في إعطاء إسرائيل كل الوقت الذي تريده في حدود المعقول لتتخذ قرارها. طبعا ليه كل التدليل لإسرائيل؟ طبعا عشان أعرف أرجعهم يا أخيدي، ورجعناهم. لا، اللي عملناه بالنسبة للشعب الفلسطيني كأمين عام ما فيش أمين آخر عمله، هبقولك. والشعب الفلسطيني عارف، والقيادات الفلسطينية عارفة، أنت يمكن مش عارف. أنت اللي أنت عملته لإسرائيل أكتر أضعاف 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 من اللي ممكن تكون عملته للفلسطينيين. لا فندم، أنا بتختلف تماما. فتحت الأبواب للإسرائيليين ومنحتهم الجوائز بدون أي مقابل. أنا بختلف، وكنت تدللهم وتؤخر التقارير من أجلهم وتنتظر لا ماذا يريدون. ده كلامك أنت. وتقوم بالاتصال. كلامك أنت ده كلام بطرس غالي. أيوة، في 226 مع القيادات الإسرائيلية في سبيل مين؟ بتقول لهم هطلع تقرير فيه كيت 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 كيت، يلا شدوا حيلكم وشوفوا هتعملوا ايه. بساعدهم عشان خاطر يساعدوني. ساعد الضعيف، هتساعد المفتري القوي، ساعد الضعيف الفلسطيني. ما تقدرش تسوق، انت اصلك ما عندكش معلومات دقيقه. انا بقول لك، انا انت جايب لي هو كل ما كل ما اقول لك معلومه اسالك سؤال تقول لي ما عندكش معلومات، ما قريتش، ما عملتش. يا سعاده الامين العام، انا بجيب لك معلومات اهو كلها لم تنكر شيئا منها، جايبها من هذا الجانب، ما جبتليش الناحية الإيجابية مقابل. ما هو أنت بتمثل الجانب الآخر. أنا منحاز ضدك. لا، الجانب الآخر اللي عملناه للشعب الفلسطيني، عودة اللي كانوا. قول لي أنت، ما أنا بقول لك أهو. طيب عملت رجعناهم. عرفنا نرجعهم.
عرفت ترجعهم بعد كم سنة؟ مش مين قال بعد كم سنة؟ قعدوا فترة، قعدوا أكتر من سنة، ما يقرب من سنتين، على ما رجعوا على دفعات وكذا. رجعوا على دفعات، بالعكس رجعوا بعديها بأسابيع. في صفحة 223 من كتابك 5 سنوات في بيت من زجاج، تحدثت عن عشاء تم مع رابين بمقر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 93. قلت إن رابين كان متوجسا، لكنه استراح حينما أخذت تتحدث عن دور جدك وعمك ودورك في تحقيق السلام مع إسرائيل. قلت إن عمك التقى مع تيودر هيرتزل، مش عمي، جدك عفوا، في بداية القرن، جدك بطرس، بطرس غالي الأكبر، في بداية القرن العشرين للبحث في إقامة مستعمرة لليهود في سيناء. وقلت إن عمك دعا لمؤتمر يهودي إسلامي مسيحي في فلسطين. لا وتكلمت عن، لا ولا مؤاخذة، في الخطبة التي ألقيت في عصبة الأمم طلب بالتعاون بين الثلاث ديانات السماوية. يعني انت وتكلمت عن دورك في اتفاقية كامب ديفيد، وتكلمت عن دوري، معنى ذلك انك بتطمن الاسرائيليين تماما، بتقول لهم انا وتاريخي كله. طبعا بطمن الاسرائيليين طبعا، والقيادات المصرية النهاردة عاوزة تقدم اي حاجة للفلسطينيين، بتطمن الاسرائيليين، هتطمنهم. انت عاوز تطلب منهم مساعدات للشعب الفلسطيني، هتخش في مواجهة معهم او تطمنهم؟ سار العشاء بعد ذلك، هتعمل لي شعارات هنحارب. سار العشاء بعد ذلك في جو أسري وجهاد من أجل مش عارفين. سار أصلا يا دكتور بطرس لو سمحت، الجهاد ده فرض من فروض المسلمين، مش عايزين نتطرق له. احنا ما نتطرقش الأشياء الدينية، بنترك الأشياء الدينية. أنا أتكلم معاك في واقع التاريخ، بلاش نترك نجاهد، نجاهد ديت من حق المسلمين، لأن ده فرض من فروض المسلمين عليهم، إن هم مش عايزين نتعرض. بلاش كلمة حارب. أنا الآن ما بتطرقش لأي شعارات، أنا بتطرق لوقائع تاريخ لن تتغير بعد 1000 عام، وبستند فيها لمصادر كتابك، جزء رئيسي من المصادر بتاعي، وأنت كل حاجة في كتابك بتحاول إنك تحدد. لا حبيب، أنت بتطلع جمل من الأصل. أنا بطلع جملة كاملة، بطلع لك فقرة مش جملة. لا فقرة وسايب اللي فوق اللي تحت. وصار العشاء في جو أسري دافئ، بينما كان 400 مبعث فلسطيني يرتعدون بردا في جبال لبنان. ده احمد منصور الجمله الاخيره. لكن انت وصار العشاء في جو اسري دافئ. طيب عملت ايه للمبعدين هنا؟ رجعناهم يا ابني، قلت لك. حينما قام باروخ جولدشتاين في فجر 25 فبراير 94، باروخ جولدشتاين فجر 25 فبراير 94، فتح النار اثناء صلاه الفجر وقتل 40 إلى 50 فلسطيني. في نفس اليوم قام الإسرائيليون بقتل 19 فلسطيني ممن خرجوا في المظاهرات احتجاجا على ما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل، بدلا من إصدار قرار إدانة من الأمم المتحدة وإسرائيل. ذكرت أنت في كتابك 234 أنك كتبت إلى رئيس الوزراء إسحاق رابين في ذلك اليوم نفسه قائلا إن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تخفيف حدة التوتر الناجمة عن تلك الأحداث بما في ذلك بإفاد مجموعة من الوجود الإسرائيلي في الخليل، وبعثت العرفات برسالة مماثلة. أنت الآن سويت بين الجاني والضحية. المهم أن لو كنت نجحت في إفاد قوات للأمم المتحدة أو مجموعة من المراقبين للأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان يبقى أكبر نجاح. انت هنا ما جبت السيرة قوات، انت قلت تخفيف حدة، اقترحت معاه ان ابعته مراقبين. مراقبين يبقى ايه؟ لا ما فيش هنا مراقبين، امال يعني كلمت مساعدة في تخفيف حدة التوتر. ايوه بإفاد مراقبين، وزعلوا من كده. الله، طب انا عايز اقول لك حاجة. ما فعله الاسرائيليون الم يكن يستحق الادانة؟ طبعا. لماذا لم تدنهم؟ الادانة يجب ان تصدر من المجلس الامن طبعا، والأمين العام ملوش دور، ملوش سلطة إن إدانة، لازم إدانة الدولة لازم تصدر مجلس الأمن. إدانة التصرف. الإدانة اللي اقترحت عليهم إن أبعت مجموعة من المراقبين ورفضوا. إسرائيل يبدو النقطة دي تلات أوت ضعيف. لا 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 مش أوت، ده أنا جايب لك جون جامد جدا، مش أوت. إسرائيل يبدو إنها كانت بتقدر كل شيء أنت بتعمله من أجلها. يا ريت هقول لك يا ريت. كويس. حينما قتل رابين في 5 نوفمبر 95، في 236 من كتابك 5 سنوات في بيت من زجاج، تقول
شعرت باستغراب من وضعي في ترتيب حسب البروتوكول يفوق الترتيب الذي يؤهلني له منصب أمين عام الأمم المتحدة، فقد وضعت قبل رؤساء الدول والحكومات. لم أشأ أن أخلق مشهدا مسرحيا بالتحرك إلى مكان آخر، وآثرت أن أطمئن نفسي بفكرة أن مكاني في تسلسل البروتوكول قد يكون بمثابة تقدير إسرائيلي غير عادي للأمم المتحدة. كويس، الناس بيردوا على كل اللي انت عملته لهم. عظيم، بالعكس نجحت. نجحت في ايه؟ نجحت في ان ما فيش حاجه وقفتها، ما فيش مجزره وقفتها، ما فيش كل الانتهاكات بتتم، كل اللي حصل ان ادوك في البروتوكول مكان معين. يا نجحنا في عودة، نجحنا في أصله، نجحنا في عودة اللي مبعدين، نجحنا في 100,000 أصله. مين هو الأمم المتحدة كان لها علاقة بأصله؟ ده كانت حاجات تحت الطاولة من تحت. لا لعب الدور، لا لعب الدور. احنا بنتكلم عن الدماء التي تسيل، ما الذي نجحتم فيه في إيقاف الدماء التي تسيل؟ الدماء سالت في الخليل، قلت لهم عايزين نوقف التوتر، بدل ما يبقى في إدانة للقام بالإسرائيليين عايزين نوقف التوتر. كل شيء كان منح منح منح، وجاء وقت الجائزة في جنازة بيجن، حطوا الأمين العام وتقدير الأمين العام وتقدير غير عادي كما قلت أنت الأمم المتحدة. كويس، بالعكس أنا بس بتناول وقائع. أيوة ماله، كويس كون أن بيعترفوا بالأمم المتحدة رغم أن كانوا ضد الأمم المتحدة. تقديرك إيه لعلاقة إسرائيل مع الأمم المتحدة خلال تلك الفترة التي كنت فيها أمينا عام؟ ما اقدرش اقول اني نجحت، لان قضيه طابه لخبطت الدنيا، ولكن حاولت ان قانا تقصد وليس طابه. قانا، نعم. حاولت اني اتغلب عن ازمه الثقه الموجوده بين اسرائيل والامم المتحده، لان لو تغلبت على هذه الازمه الامم المتحده تستطيع ان تلعب دور في القضية الفلسطينية. هل شعرت أن الأمم المتحدة أخذت من إسرائيل بقدر ما منحته إياها؟ ما خدتش. الذي منح لإسرائيل حاجات هامشية لا قيمة لها. لا دي حاجات مهمة جدا. أنت اللي بتقول هامة، دي هامشية. إنك تطلب أن يبعثوا مراقبين لانتخابات، دي عندك. لا ده في حاجات كتيرة خلاص فتحت الدنيا، لأن قبيلة توليك أنت منصب الأمين العام في نهاية العام 91، قرار مساواة العنصرية بالصهيونية رفع عن إسرائيل مش أنا قبل ذلك في 17 ديسمبر 91 قبل توليك المنصب بأيام. أنا ما كنتش موجود. الجمعية العامة ألغت قرارها الشهير 3379 لعام 75 الذي اعتبر الصهيونية. ما أنا بقول قبلك أنت، أنا بقول قبلك أنت. طيب ففتحت أنت الأبواب بعد ذلك. طب 91 ده أنا كنت موجود؟ لا ما أنا بقول أنت مش موجود. والأبواب اتفتحت، مين اللي فتحها؟ هو أنت كنت هتقدر توقف القرار؟ طبعا. طب إذا الأبواب اتفتحت قبليه؟ ما اتفتحتش قبلي. امال 91 91 الغاء القرار بالتمييز العنصري يعتبر ايه؟ ما يعتبر ده اول موضوع. حاجه صغيره كده في 17 ديسمبر ده اهم حاجه. ازاي صغيره؟ ما هو جنب اللي اتعمل. لا يا راجل، ده هذا القرار ده اهم حاجه. هل كان القرار مقدمه لما فعلته انت بعد ذلك، ولا كانت تصرفاتك لا تمت بصله الى هذا القرار؟ لا ما فيش اي علاقه بين القرارات بتاعتي خاصة بالتفاصيل، انك تبعت مراقبين. شوف ازاي، قول اما عندك القوة لكي تفرض رأيك على الطرف المحارب، او اذا كان ما عندكش القوة يجب ان تتفاوض. فلسفة السادات ان ما عندناش القوة فيجب ان نتفاوض، ولجأنا الى معاهدة السلام بين مصر. إما عندك القوة وقتها حارب، استعمل القوة. ما عندكش القوة ما فيش إنك تتفاوض. فالأمم المتحدة مصلحتها أن تتفاوض. إيش معنى كان عندك القوة في الصومال؟ اللي دخل ده في ده؟ لا ما أنا بقول لك، هو ما أنت بتقول لي عندنا القوة. القوة كانت موجودة في الصومال وكان غير موجودة ضد أمريكا. في إبريل عام 1992 أوصاك مجلس الأمن بناء على طلب أمريكي بريطاني أن تضاعف جهودك من أجل حل الأزمة القبرصية. أولا مش بناء على طلب أمريكي إنجليزي، بالعكس الأزمة القبرصية من ضمن القضايا الموجودة للأمم المتحدة. الأمين العام السابق بيريز دي كولار كان هو المفروض أن يلعب دور الوسيط في هذه الأزمة. أنا حليت محل بيريز دي كولار، بستمر بالعمل على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة. فما اقدرش اقول ان ده بناء على امريكا او بناء على انجلترا، لكن بناء على قرارات
صدرت من الأمم المتحدة بما فيها قرار صد من الجانب المصري ومن الدول العربية. كيف كان الملف القبرصي حينما استلمته؟ الملف القبرصي حتى اليوم لم يتم تسوية هذا الملف، لكن كنت حريصا على تسويته بسرعة حينما استلمته. أنا حاولت أن أجد حل هذا واجتهدت وعملت اتصالات مستمرة مع دينكتش، اتصالات مستمرة مع الرئيس الوقت فاسيليو، ووصلت لحل هو ما يسمى، وهذا الحل درس في كتب. هذا الحل هو إن نفتح مطار نيكوسيا، حتى أن الرجال، الفكرة بتاعتي كانت تقوم على ما يلي: إن هناك أزمة بين الجالية التركية والجالية القبرصية، ما بيكلموش بعض، الجيل القديم ما بيكلمش بعض، فأنا عاوز أبني السلام، أخلي مطار نيكوسيا مطار دولي تابع للأمم المتحدة، ويبقى رجال الأعمال الأتراك هيتصلوا مع رجال الأعمال الخبرص اليونانيين، وبعدين مدينة فاروشا وهي مدينة فاضية تنفتح لكي يتم اتصالات بين الشباب القبرصي والشباب التركي. ومع الأسف بعد مجهود خدت مني سنة ونص شغل لم ننجح في تحقيق هذا الحل الوسط، إن مجرد أن نبدأ الاتصالات. الآن دلوقتي فتحوا الحدود وفي اليد العاملة التركية بتشتغل في قبرص، كان في اتصال. لأني أهتم بالتفاصيل سأدخل معك في بعض التفاصيل. في أغسطس عام 92 تمكنت من جمع كل من رئيس القبرص الأتراك رؤوف دينكتاش ورئيس القبرص اليونانيين جورج فاسيليو. صحيفة الديلي تلغراف قالت أن فاسيليو كان يتمتع بصداقة حميمة معك، هل هذا صحيح؟ دينكتاش كان بيتمتع مع صداقة لا دينكتاش كان على خلاف دائم معك. لا ابدا، كنا بنتغدى مع بعض وكنا ما هو ده مش دليل على انكم اصحاب. لا نقدر نختلف، اختلف مع فاسيليو واختلف مع دينكتاش، لكن كانت علاقه وديه مع الاثنين. كنت حريصا على ان يبدا حل الازمه من الخريطه، من الخرائط. اعددت خريطه جديده لقبرص، قلصت فيها كما قالت الديلي تلغراف وليس احمد منصور حجم قبرص التركيه المسلمه من 38% من مساحه الجزيره التي تبلغ 9251 كيلومتر مربع من 38% إلى 27.5% فقط في المئة، مما أغضب دينكتاش الذي وصف الخريطة الجديدة بالسخف والتفاهة لأنها مجحفة بحق المسلمين الأتراك. الخريطة ده مجرد مشروع، الفكرة الأساسية ليست الخريطة، الفكرة وطبعا لابد من موافقة الطرفين، الفكرة الأساسية هو الاتصال بين الشعبين. لكن حينما تبدأ فكرة الحل بتقليص حجم المسلمين حوالي 10%، حينما تبدأ الحل بخريطة، حينما تبدأ الحل بأن يشعر المسلمين بأنهم معتدى عليها، ربطوا دي بدي، ربطوا كمية الأرض مع كمية عدد السكان. اللي زاد في غضب دينكتاش حسب الديلي تلغراف أنه علم بأن بطرس غالي قد عرض خريطته الجديدة قبل اللقاء على صديقه الحميم القبرصي جورج فاسيليو الذي أبدى رضا عنها. يا سيدي لا، أصل دي نقاط مهمة الآن. حينما تقول للإسرائيليين أنا هصدر التقرير وكذا، يقولوا لك استنى شوية على ما نرتب أمورنا. الآن أنت تعرض الخريطة على الجانب يعني اليوناني ولا تعرضها على الجانب المصري. أنا مش أنا الديلي تلغراف. معلش انت بتلف العمليه كلها عشان تخلص الى ان انا منحاز اليونانيين وغير منحاز الديلي تلغراف. والله معلش ديلي تلغرام جورنال ده انا ما ده انا ما فيش حد خالص يعتبر فيه. ما تجيبليش مقتطفات جرائد. انا بجيب لك مش مقتطفات، انا بجيب لك الان كلام اساسي في كتب كتبت عن هذه القضيه في 20 مجلد في ملف كل الكتب بتستند للصحف بالدرجه الاولى. لا أبداً. والصحف مصدر رئيسي حتى الاجهزه المستخبرات في العالم. خبراء قعدوا هناك، عندك خبير انجليزي، عندك انا ماليش علاقه بالخبراء يا دكتور، انا باخد وقائع بكتب، انا بتناول وقائع واحداث. مش واقع انك بتقول انا منحاز لالف. انا ما قلتش منحاز. انا بسالك سؤال، هل عرضت الخريطه على فاسيليو؟ فاسيليو وافق عليها؟ عرضت فاسيليو على الطرفين الاول، فاسيليو وافق فعرضت على الطرف الاخر فرفضها. كان مين الاول؟ مين اللي دخل عندي في الاوضه الاول؟ هبقى الف او ب
انت نقلت احيانا يبقى الف احيانا يبقى ب. في الخريطه نقلت مدينه مورفو التي تعتبر احدى اجمل مناطق الجزيره بالنسبه للمسلمين، تحتوي على بساتين الحمضيات الشهيره. تحتوي ليه؟ بساتين الحمضيات البرتقال. انت رحت مورفو؟ لسه ما رحتهاش، عايز اروح. لا طيب انا رحتها بس جايب البساتين مش عارف ايه واعمل لي شعر. قالوا كده ان هم عايز تنقلها من المسلمين لليونانيين الارثوذكس. يا راجل رحت مورفو حرام عليك. طب انت في النهاية مش اردت ان تنقل المدينة حتى لو هي جرداء؟ انا ما حاولتش، انا حاولت ان اجد حل تسوية سلمية بين طرفين متنازعين بتقليص مساحة المسلمين لصالح الارثوذكس. انت اللي بتقول كده. بالنسبة لي مش انا حضرتك اقررت وفي خلص. بالنسبة لي لا فرق بين مسلم وغير مسلم، لا فرق بين قبرصي وتركي. كنت في تركيا ورحت واتصلت مع تركيا، اتصلت مع السلطات التركية، عملت اتصالات مع السلطات التركية، اللي كان يهمني ان نعرف نحل المشكلة. ما تحلتش لغاية دلوقتي، ما تحلتش. هددت تنجتاش وقلت اذا لم يتمكن اجتماع شهر اكتوبر 92 من التوصل الى اتفاق عندها يتوجب على مجلس الامن ان يقوم وبكل جدية بالنظر في اتباع طرق اخرى بديلة الى المشكلة القبرصية. كافة الوسائل تستعمل اثناء المفاوضات. تفتكر ان التهديد بتاعي دنكتاش بيصدق هذا التهديد؟ ده دنكتاش كان اقوى شخصيه موجوده في هذه المفاوضات. ازاي؟ لا كان قوي، شخصيته قويه. بيستند الى ايه في قوته؟ الجيش التركي فقط. طبعا ليس الى انه لديه حقوق تاريخيه لا يريد ان يستغني عنها. انسى الحقوق التاريخيه، خلينا عمليين، بنتكلم منطق القوه. هناك قوة، دولة قوة هي تركيا، أقوى جيش موجود في هذه المنطقة، هناك قوات تركية موجودة في الجزء القبرصي التركي، وبالتالي الجيش بيلعب دور أساسي، وإلى حد ما هو الدور المركز مصدر قوة دنكتاش. كنا بنحاول أن نجد حل. أنا ما سواء الحل هيكون تقسيم الجزيرة وتاخد الجزء الجزيرة تبقى جزء من تركيا وجزء الثاني يبقى جزء من اليونان أو دولة مستقلة، أو نجد نظام فيدرالي أو شافي. الحل كان أملنا والحل دلوقتي أن تنضم قبرص إلى الأمم، إلى الوحدة الأوروبية، وبالتالي تركيا ستنضم إلى الوحدة الأوروبية وستجد نوع من التكامل. التكامل سيعود من خلال الوحدة الأوروبية. فكثيرا من الخلافات اللي موجودة النهاردة في أوروبا قد يتم تسويتها لو انضمت هذه الدول كلها إلى الوحدة الأوروبية. الوحدة الأوروبية هتستوعب هذه الدول بمشاكلها؟ تصدع نفسها؟ أيوة. تصدع رأسها؟ طبعا. هل تعتقد وجود مشكلات لدى هذه الدول عائق أساسي أمام انضمامها لأوروبا؟ لا، مشكلات سنوية بالنسبة لدولة كبرى زي ألمانيا أو دولة كبرى زي فرنسا أو دولة كبرى زي إنجلترا. من أين يستمد اليونانيون قوتهم بالنسبة للجزيرة؟ بالنسبة لقبرص؟ نعم، أغلبية العددية الموجودة في الجزيرة البروسية يونانية. 60%، ما هيش كتير قوي يعني. إزاي مش كتير؟ 80%. 80% قبرص؟ أما بين 75 و80% والتانيين 20%. أدي الأرقام. ولو حبيت تجد حل، أنت لازم تدور على حل. تقول أنا هربط عدد السكان بعدد الأراضي مثلا. أدي حل. أو حربت وبعدين وصلنا إلى حل إن الجالية التركية من ضمن المشروعات، هناك مئات المشروعات يتمتع بحق الفيتو في البرلمان، يبقى جعلنا نوع من المساواة التامة بين الأقلية وبين الأغلبية. لماذا فشلت الأمم المتحدة في حل الأزمة القبرصية؟ لأن لم تتوافر الإرادة السياسية لدى الجانب التركي ولا الجانب اليوناني أو الجانب القبرصي التركي والجانب القبرصي اليوناني في تسوية هذه الوضع. تراكمت عليك مشاكل كثيرة في المنطقة، كانت مشكلة العراق مشكلة أساسية من بينها، والآن مؤخرا في هذه الأيام فاحت روائح الفساد من جراء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقر في عهدك، حيث فرض الحصار على العراق بعد غزوه للكويت وهزيمته على يد قوات التحالف. أظن هتقولي إن أنا المسؤول عن اتفاق الفساد بتاع. أنا لسه ما قلتش حاجة خالص. أحب أطمنك. لسه ما قلتش حاجة خالص. لم ينفذ هذا الاتفاق إلا في نهاية في سنة 96. أنا عارف. لا، إلا في بداية
97. يعني في 96 تم الاتفاق عليه في نهاية 96 تم الاتفاق. في يناير 92 مع بداية توليك المنصب بدأت في مفاوضات مع الحكومة العراقية، حيث اتهمت أنك كنت في النهاية مسانداً للأمريكيين ضد الشعب العراقي. مش أنا اللي بدأت هذه الاتفاقات، هذه الاتفاقات تمت بناء على الأمير صدر الدين أغا خان، هو اللي كان مكلف بهذه المفاوضات. نعم، هو صدر الدين أغا خان ذهب إلى هناك. استنى بس، من التفويض جاء من بيريز دي كويلار الأمين العام السابق. فإذن عشان برضو عشان نحدد، ما هو ده السؤال الآن، من يناير 92 إلى 30 مايو 96 والتفاوض يتم مع العراق على مذكرة النفط ومواد الغذاء. لا، انقطعت المفاوضات. كانت بتنقطع، لكن بقيت طوال تلك المدة تذهب وتقف وتنقطع. لا، وكنت تلتقي مرتين، شهرين وشهرين. ألم يكن هدف كل هذا في النهاية هو إذلال الشعب العراقي بطلب أمريكي، بضغوط أمريكية، وكانت الأمم المتحدة أداة في التنفيذ؟ لا شك ان انا حاولت ادافع عن الشعب العراقي، سواء عن طريق اتصالات مع الصحافة، سواء عن طريق اتصالات مع رجال في البرلمان، على اساس ان العقوبات التي فرضت على الشعب العراقي الذي يتحملها هو الشعب وليست القيادة العراقية. وحاولنا ان نخفف، وتوصلنا الى الاتفاق اويل فور فود، البترول مقابل الغذاء، كوسيلة لتخفيف العقوبات التي كانت تفرض على الشعب العراقي. مع برنامج النفط مقابل الغذاء كان هناك لجنة تابعة للأمم المتحدة، هي لجنة إنسكوم برئاسة السفير السويدي رالف إيكيوس، كان هدفها التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. لم يوجد أثر إلى اليوم رغم مرور أكثر من عامين على الاحتلال، أو ما يقرب من عامين على الاحتلال الأمريكي للعراق، لم يوجد أثر حتى اليوم لما يسمى بأسلحة الدمار الشامل. ألم تكن هذه أيضا وسيلة من وسائل الضغط التي تمارس، وكان الشعب العراقي أيضا هو الذي يدفع الثمن، والأمم المتحدة كانت أداة فيها؟ الأمم، لا شك أن الأمم المتحدة أو حاولت أن تخفف بقدر الإمكان الضغوط التي كانت تفرض على العراق. عشان أبقى منصف، اللي كان بيعارض أويل فور فود هو صدام حسين والحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية. فعندما كنت أتفاوض كان بقاوم ضد طياريني، طيار صدام حسين الذي كان يرفض أويل فور فود لأنه يخشى أن ستستمر الرقابة على إنتاج البترول وعلى شراء المواد الغذائية، وكانت معارضة أخرى من الجانب الأمريكي والجانب الإنجليزي الذي كان يخشى أن الجانب العراقي يستطيع أن يتهرب من قواعد الزيت مقابل البترول. حينما أصدرت أوامرك في 2 سبتمبر 96 بوقف برنامج النفط مقابل الغذاء بعد تحرك القوات العراقية نحو الشمال لحماية حدودها، لماذا؟ ومن حق العراق أن تحافظ على حدودها الشمالية، لماذا أصدرت قرارا؟ وهل كان هذا نابعا من عندك أم بطلب أمريكي؟ بصراحة أنا مش فاكر دلوقتي إيه هي الأسباب اللي متعلقة بوقف المفاوضات في أويل فور فود. الأسباب أن القوات العراقية حركت قوات إلى الشمال ودخلت في تحالف لا كان في سبب تاني مع طرف كردي ضد الآخر. أصل دي مفاوضات ليست لها علاقة بالتدخل العراقي، دي مفاوضات متعلقة بأن هتنتج بترول مقابل كمية من البترول هتبيعها. وفي سبب آخر مهم قوي، ليه تمسكت بأويل فور فود؟ ليه؟ لأن كان هناك آلاف من العمال الأردنيين الفلسطينيين المصريين اللي انضروا من الحرب، وكانت لهم تعويضات، ولا يمكن دفع هذه التعويضات إلا لو تم الاتفاق على الزيت مقابل البترول. لأن 20% من إيراد البترول كان حيدفع للعمال، وفعلا حققنا هذا، والعمال المصريين والفلسطينيين والباكستانيين خدوا تعويضات عن الخسائر التي ترتبت بسبب الحرب التي وقعت بين العراق والكويت. فإذن الهدف من أويل فور فود كان ببحث إلى هدفين، الهدف الأولاني إن أخفف
العبء على الشعب العراقي، الشعب وبالذات الطبقات الكادحة في العراق. ونمرة اثنين ان اقدم التعويضات اللازمة لالاف العمال الذين انضروا بسبب الهجوم العراقي، ونجحت في هذا. في سبتمبر 96 قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات جوية للعراق. زعمت الولايات المتحدة أن القرار 688 الذي وافق عليه مجلس الأمن من قبل قد رخص لها القيام بهذه الهجمات، غير أن اعتماد الولايات المتحدة على القرار 688 لم يكن له أساس. هذا ما قاله بطرس غالي في كتابه 5 سنوات في بيت من زجاج. مزبوط. معنى ذلك أن القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة اعتدت على قرار المجلس الأمن وزيفته، وأنت لم تعترض. مزبوط. أقول لك ليه لما أقولك؟ لأن كان مصلحتي أن أخلص أويل فور فود، لأن بالنسبة لي المساعدات الغذائية اللي هياخدها الشعب العراقي أهم بكثير من إدانة تصدر من أمين العام. لكن هذا في خرق للقانون الدولي والأمم المتحدة يا سيدي. أيوة، في تزييف، في حرق يوميا، في ليك أحيانا مناسبة أنك تتكلم، واحيانا الكلام اللي هتقوله هيضر اكتر من ما تستفيد. هل كان هناك مبرر للولايات المتحده للقيام بهذه الضربات؟ انا ما عنديش فكره طبعا، ما كانش او كان مرتبطه بالانتخابات، قد تكون يعني دعايه انتخابيه امريكيه. طبعا قد تكون دعايه انتخابيه، ولكن انا اللي يهمني ان نستمر في مفاوضات الزيت مقابل الغذاء، ودي الاهم. مشكله ان قبل ان تنتهي ولايه الامين العام في اخر السنه إن أنجح أن أخلص هذه العملية. الآن تركت منصبك في نهاية العام 96 وكانت أزمة العراق كما هي، نظرتك إيه للدور اللي قامت به الأمم المتحدة في الأزمة العراقية خلال فترة ولايتك من 92 لنهاية 96؟ لا شك أن بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق واللي تحمل أعباء هذه العقوبات هو الطبقات الكادحة من الشعب العراقي، لا شك إن هذا كان ضرر للشعب العراقي، وإن حاولنا بقدر الإمكان أن نعمل على تخفيف هذه العقوبات من خلال الزيت مقابل البترول. ولكن الذي كان يرفض بطريقة هو القيادة العراقية. القيادة العراقية أم أمريكا وبريطانيا كما قلت؟ القيادة العراقية كانت ترفض، الرفض جاي من الطرفين، خلينا نبقى لنا موقف موضوعي. الرفض كان يصدر من الجانب العراقي من صدام حسين. حتى أنت قلت في مذكراتك وكتب كثيرة أشارت إلى أن الطلب اللي كان بيتم من الإدارة العراقية أو من الحكومة العراقية كان فيه كثير من الإذلال حتى للحكومة وتخليها عن كامل سيادتها في مقابل هذا المشروع. طبعا ما حدش قال ده الإذلال، دي حاجة، وبنتكلم عن رفع أو تخفيف حدة العقوبات الاقتصادية. وكانت أمريكا تلعب الدور الرئيسي مع بريطانيا في ممارسة هذا رغم التقارير التي كانت تصدر عن الأمم المتحدة عن الوضع المأساوي للشعب العراقي. موافق. لم تكن العراق وحدها، وإنما ليبيا كانت كذلك. في ولايتك للأمم المتحدة تعرضت ليبيا لعقوبات، حيث فرض قرار إدانة في 20 يناير 92 بناء على طلب أمريكا بعد اتهام ليبيا بتورطها في حادثة البان أمريكان. كيف استخدمت الأمم المتحدة كأداة في الضغط على ليبيا؟ هنا أيضا حاولت بقدر الإمكان الاتصال مع القيادات الليبية لكي نصل إلى حل وسط فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضت مع ليبيا، ومع الأسف لم ننجح في هذا رغم المجهودات والاتصالات التي أجريت. وهنا يجب أن تسأل القيادات الليبية سواء علي التريكي أو سواء سفير ليبيا في المعتمد لدى الأمم المتحدة، ما المجهودات التي بذلت من أجل مساعدة الشعب الليبي لكي نتخلص من العقوبات التي كانت تستمر ضد ليبيا. هل التقيت مع الرئيس القذافي؟ التقيت مع القيادات الليبية اللي كانت بتجيلي بانتظام في نيويورك ورسائل رايحة جاية.
ايه سبب الموقف الليبي الذي كان متعنتا قبل ذلك ثم الآن انفتح على مصراعيه وأعطت ليبيا كل ما عندها الآن؟ لما اعترفوا كل حاجة ودفعوا تعويضات للطيارات اللي نزلوها، ليبيا كانت بتقول ماليش أي مسؤولية عن هذا، اعترفت فيما بعد أن هي مسؤولة ودفعت التعويضات اللازمة للجانب الإنجليزي وللجانب الأمريكي وحتى للتعويضات للطيارة الفرنسية اللي نزلوها. لا أريد أن أتجاوز دورك في مناطق أخرى من العالم أيضا، لأن كل هذه المناطق مليئة بالإخفاقات، سواء كانت الصومال أو البوسنة أو العراق أو لما ما فلسطين. جبت سيرة الحتة اللي نجحنا فيها دي، قل لي أنت. قلت لك سلفادور، قلت لك كمبوديا، قلت لك موزمبيق، قلت لك كمبوديا جنوب، الثمن فيها كان باهظ جدا. قلت لك جنوب أفريقيا. الله، كيف ماذا فعلتم في هايتي؟ نجحنا في هايتي، بعد كده فشلت كنتيجة. طبعا نجاحكم كان المجيء بأريستيد ثم أريستيد في العام الماضي أزالوه أيضا، لأن فشل. لعبة يعني. لا فشل يا سيدي، العدد القضايا اللي نجحنا فيها أكتر بكثير من عدد القضايا اللي لم نحقق الهدف المنشود. في رواندا ماذا فعلتم وكيف كان دوركم؟ لم ننجح. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي اعترفوا بما فيها كلينتون، أعلن اعتذاره رسميا، قال أنا المسؤول. عاوز أكتر من كده إيه؟ أدي اعتراف من رئيس أكبر دولة في العالم بيقول أنا المسؤول عن اللي حصل في رواندا. يعني حينما يكون أمريكا تريد شيئا يتم تحقيقه، حينما لا تريد أمريكا شيئا يأكل العالم ويتعرض لما يتعرض. هذا صحيح. عندما انتهت الحرب الباردة لا يوجد في العالم إلا دولة كبرى واحدة، وهذه الدولة تسيطر على الأمور الدولية وتسيطر على الأمم المتحدة. العلاقات بينك وبين الدولة الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتأزم في وقت مبكر من ولايتك، ولكنها وصلت في العام 96 إلى مرحلة من الصراع أدت في النهاية إلى